أهلا بكم في أخبار المساء. رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب فعالية يوم الشباب العماني التي أقيمت في ممشى الموج مسقط، وكرم خلالها الفائزين في جائزة الإجادة الشبابية في نسختها الرابعة. انتخابات مجلس الشورى تشهد 64% من المرشحين الجدد، ويبدأ الاستئناف على نتائج انتخابات مجلس الشورى للدورة العاشرة اليوم 30 من أكتوبر، ويكون مفتوحاً لمدة 10 أيام عبر النظام الإلكتروني. قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تضبط شخصاً بتهمة سرقة كابلات كهربائية من إحدى الشركات في المحافظة، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.